السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا إخواني أخواتي، وأتمنى لكم الصحة والعافية. إخواني، معنا هذا الموقع الرائع والصادق إخواني، وقد قمت بالسحب في هذا الموقع مرتين إخواني، وهذه هي واجهة الموقع كما تلاحظون، وهذا هو الرصيد الذي وصلت إليه الآن، وهو 12906 ساتوشي. هذا الموقع فقد يقول لكم أو يجب عليك جمع 10,000 ساتوشي لتقوم من السحب من هذا الموقع. وقد تجاوزت 10,000، ولكن لا أريد السحب منه الآن حتى أقوم بجمع ساتوشيات كثيرة من هذا الموقع وأقوم بالسحب. إخواني أخواتي، وطريقة العمل في هذا الموقع جد بسيطة. نأتي ثم نضغط هنا ثم نقوم بالعمل في هذا الموقع بهذه الطريقة، ثم نقوم بالاختيار الثاني هكذا. إخواني، ستظهر لكم ثلاث طرق العمل في هذا الموقع. الطريقة الأولى، نقوم بالضغط على الطريقة الأولى، وهي عبارة عن زيارة المواقع أو الروابط. تقوم بالضغط على هذا الرابط هنا، ثم ستحصل على 14.5 ساتوشيات و45 ثانية كما تلاحظون. يوجد هذا أيضا 8.5 ساتوشي ويعطيك 15 ثانية، وهنا أيضا إخواني نفس يعطيك 8 ساتوشيات 15 ثانية. تقوم بالضغط، سأريكم كيف تقوم بالضغط هكذا كما تلاحظون. تنتظر حتى تنتهي 15 ثانية، وسيضيف لك 8 ساتوشيات بعد انتهاء 15 ثانية كما ستلاحظون إخواني. لقد أضاف لنا الموقع 8 ساتوشيات، وهذه هي الطريقة الأولى. والطريقة الثانية إخواني، الطريقة الثانية إخواني هي نفس الطريقة، ولكن هذه الطريقة مختلفة شيئا ما إخواني، وهو يعطيك مجموعة من الروابط. تقوم بزيارتها هنا، يعطيك 4.5 ساتوشيات 10 ثواني. تقوم بالضغط هكذا، ننتظر إخواني. فقد أريكم كيفية العمل في هذا الموقع، فهو موقع رائع، وكل يوم يعطيك مجموعة من الروابط. تقوم بالانتظار حتى ينتهي هذا الخط الأزرق، ثم سيضيف لك الساتوشيات كما ستلاحظون. فقد أريد أن أريكم طريقة العمل في هذا الموقع، والله إنه صادق إخواني أخواتي، وهذا أعجبني هذا الموقع لأنه موقع صادق إخواني كما تلاحظون. قد أضاف لنا الموقع كما تلاحظون، قد أضاف لنا الموقع 4.5 ساتوشيات كما تلاحظون إخواني أخواتي. ثم توجد هنا الطريقة الثالثة، وهي عبارة عن مشاهدة الفيديوهات في هذا الموقع. تقوم بالضغط على الفيديو هكذا، وهو سيعطيك 30 ثانية مقابل 6 ساتوشيات. تقوم بالضغط هكذا على الفيديو، ثم تقوم بمشاهدته، تقوم بعمل الكاباتشا إخواني بهذه الطريقة. تقوم بالضغط هكذا، ثم تقوم بعملية حسابية، ثم تقوم بالضغط على الفيديو هكذا، ثم تنتظر حتى تنتهي هذه 30 ثانية هنا، ثم ستلاحظون هذه الطريقة الثالثة من العمل في هذا الموقع. توجد هنا طريقة رابط الإحالة الخاص بك. تقوم بدعوة الأصدقاء
هنا إخواني تقوم بالضغط ثم تقوم بالريفرنس الخاص بك، ثم تدعو الأصدقاء الخاص أصدقاء للتسجيل على الرابط الخاص بك، رابط الإحالة الخاص بك إخواني، ثم تقوم بنسخه وتطوعه في الفيسبوك وأيضا التويتر، ثم كلما تسجل في رابطك ستحصل على 6 شيئات من هذا الموقع الرائع إخواني. وهنا المبالغ التي قمنا بسحبها في هذا الموقع إخواني، سأريكم أنني سحبت من هذا الموقع مرتين، نضغط على ويترو ثم كما تلاحظون قد سحبت في يوم 7/24/7 وأيضا 15 في شهر 6، قمت بسحب مرتين، وهذه هي محفظة البيتكوين الخاصة بي كما تلاحظون. وهذا الموقع صادق إخواني، وأعجبني هذا الموقع كثير وأعمل عليه يوميا إخواني في الهاتف، ليس له فيه أي مشكلة إخواني أن تعمل أنت أن تقوم بالعمل على هاتفك الخاص بك، لا مشكلة فيه إخواني أخواتي. ونقوم بطريقة السحب في هذا الموقع. طريقة السحب في هذا الموقع، نقوم بالضغط إلى الصفحة الرئيسية ثم تقوم بالضغط على ويلدرو، وسيقوم لي عدد من طرق السحب كما تلاحظون، هذه طرق السحب من هذا الموقع، وأنا أقوم بالسحب من البيتكوين كما تلاحظون، وقد حصلت على هذا المبلغ كما تلاحظون من البيتكوين، ولكن لا أريد السحب الآن إخواني، قد تجاوزت 10,000 ساتوشي كما قلت لكم، ويوجد هنا البيتكوين، يجب عليك الحصول على 10,000 ساتوشي، ويوجد هنا أيضا البيار، يجب عليك الحصول على 5,000 ساتوشي، وأيضا الليتكوين، والليتكوين أيضا نفس الشيء 5,000 إخواني أخواتي كما تلاحظون. هذه هي مجموعة من الطرق السحب من هذا الموقع، ويوجد أيضا هنا محفظة البيتكوين الخاصة في هذا الموقع كما تلاحظون إخواني، وهذه هي طرق السحب من هذا الموقع الرائع إخواني والجميل والصادق إخواني، وأنصحكم بالعمل في هذا الموقع، فهو رائع جدا وصادق 100% وسهل في العمل عليه، وقد شرحناه عدة مرات إخواني وطريقة التسجيل فيه، فما عليك سوى أن تضع الجيميل الخاص بك والباسورد ثم إعادة الباسورد، ثم تقوم بالدخول إلى الموقع مباشرة دون أي مشكل إخواني. وهذا كل ما يخص هذا الموقع الرائع والصادق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.